لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. العنوان التالي هو أرملة رجل حي. أرملة لبنانية دفنت زوجها سنة 1989 لتكتشف عبر الفيسبوك بعد 26 سنة أنه زوجها المرحوم لا يزال حي يرزق، وعم يعمل لايك على الفيسبوك. أول شيء ابتسام عبد الله اسمي. ثاني شيء جوزي تقريبا ب 18 ماي بصير له 28 سنة على أساس ميت. أرملة رجل حي اكتشفتها هاي تقريبا من شي سنة. هيك عم دور على الفيسبوك ولايكات وكذا وهيك، بكتشف إنه في حدا عامل لايك لابنه لعدنان اللي هو جوزي وصورة عدنان. هيدا عدنان انت اكيد؟ ايوه. لا وحده ما بتعرفش غلطه. عم بقول لك عم اطلع انا هيك، قمت طلعت لي الصوره، طلعت هيك قلت معقول يا لطيف، معقول انه وحده جوزها ميت لقيه طيب؟ يعني كثير صدمه، عرفتي؟ ما بتتخيل واحد قال ميت يطلع طيب بعد عمر حوالي 27 سنه ونص تقريبا. بتتصل فيي سلفت الصبح مرت خيو شي الساعة 5:30 بتقلي عدنان انه لقوه انه شانق حاله بالكوريال بيتش بأوضته وميت. كنت حامل 3 أشهر. على الزعل روحت لا شفت جدي، مرة تابوت من تحت بيت اهله، ما حدا طلع بجنازته الا بيو وخيو بس، ما حدا. اتصلت بخيو ومرة اجيته الصورة تاعت عدنان، عم قال لي ما هو ميت، اللي ميت ما بقول هيك. قال لي هيك صار، عمل لي والله العظيم. امبارح اتصلت فيه قلت له ليك انا حكيتك وحكيت خيك اللي بدبي وحكيت مع اختك وحكتني مرته من 20 سنة وقلت لها لي حقوق انا بدي اياهم، عنده شقفتين ارض بجنوب كمان، انه اعطوني حقي من بيعوا الشقفتين الارض واولاده ويعطوني حقوقي، صح ولا لا؟ بعدين سكوت عن الحق شيطان اخرس، انا ماني شيطان. سيدة ابتسام عبد الله، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، قصة كثير غريبة. يعني اجادك حاملة. ايه حمل كبير صراحة. انت بس متأكدة انه 100% انه هيدا هو زوجك المرحوم؟ زوجي ما بعرفه يعني. اكيد. انا صدفة كنت فاتحة الفيسبوك عند ابنه وعم بتفرج، ابنه تجوز وعم بتطلع هيك على اللايكس على الصور هو مدامته هيك، طلعت لقيت حدا عامل لايك باسم مش عدنان اكيد، صورة عدنان. قمت فتحتها طلعتي هيدا عدنان ولا هيدا. طب هو ابنه كان بيعرف انه هو ابنه من زواج تاني مش منك؟ مش منك. كان بيعرف انه هو بعده سبيان. ما بعرف اذا هن اكيد، ما هو بامريكا مع اولاده، هو راح اولاده على امريكا اكيد. ولما حكيت العائلة شو قالوا لك؟ هلا عائلته اكيد عم تنكر، انا حكيت خيو ايه عم ينكر، بيقول لي لا ما في منها هالقصه. قلت له على كل حال انا عندي اثباتات، عندي وثيقه وفاه اول شيء. إذا واحد مات منتحر شو بحطوا له على الورقة الدكتور؟ مش بيمضي دكتور؟ عندي أنا ورقة بتقول إنه لا يوجد طبيب، هاي وثيقة الوفاة. هيدي نحن أنت هلا نكشتيها بعد 27 سنة لا هي طلعتها هلا عن جد، أنا ما كنت مطلع وثيقة الوفاة. أنت لما طلعتي وثيقة الوفاة شو بيقول؟ إنه لم يطلع طبيب. لا يوجد طبيب. لما هو مات منتحر على اساس شنق حاله بالكورال بيتش، وبعدين بس حدا ينتحر بيعمل في تحقيق رسمي. اوف كورس ايه، عملوا تحقيق معي بالمخفر. انت رحتي على المخفر؟ هن بعثوا وراي ايه انه جوزي كيف انتحر. قلت له شو بعرفني هو بالكورال، انا عند اهلي. كنتوا متخانقين وقتها او شيء؟ انا كنت طالبه الطلاق صراحه. اوكي، كان في مشاكل يعني بيناتكم؟ انه ما كنت مرتاحه وما بدي اسافر على امريكا. هو كان بده يسافر على امريكا وانت لا؟ هو كان عامل لي الفيزا وقطع لي تيكت وكل شيء، قلت له ما بتسافر إذا هون مش مبسوطة، مش مأمنة على حالي، ما كيف بدي أسافر؟ تا
طب عملتي له اد فريند لقاله بعتي له شيء؟ لا لا، ما هو ما عنده فيسبوك صفحه، بعدين هو مغير اسمه اكيد. هلا انت يعني انت شو اللي بتعرفي انه فيك تفوت على جوجل انت؟ ايه؟ بتطلع مثلا اسم جابر هيثم عدنان، يطلع لك حتى عمره مبين، ابنه اسمه هيثم. نعم. طب بس انت يعني ما في صفحه باسمه على الفيسبوك؟ لا لا لا، عند ابنه انا لقيته الصوره. وكيف عامل لك انت شفت الصوره عند ابنه؟ عند ابنه الابنه وين؟ بهون او بامريكا؟ بامريكا. كلهم بامريكا من زمان. طب ليه هيك عمله؟ ليه هيك عمل برأيك؟ هو كان عنده مشاكل. مشاكل معك او مشاكل؟ لا لا، مع ناس. اوكي. وبعتقد عليه ديون وهيك وتركوا فل. في خديعه يعني؟ اي طبعا. يعني انت طبعًا. مش بس انت المعنيه، في شيء ضد القانون العام. ايه بس في انا كمان ما لي حقوق. هيدا عم نحكي بال 88 يعني بيزوروا بعد الحرب، يعني كان ممكن ينعمل هيك؟ 18 ايار. ايه 18 ايار ل 88. طب هيدا كان قد ايه كنتوا صار لكم مزوجين؟ بال 86. 86 يعني كان صار لكم سنتين مزوجين تقريبا. طب انت كيف حديتي عليه؟ عشتي يعني عشتي كأرملة؟ انا والله صراحه لما مات، مع انه كنت انه يعني زعلانه عليه واساس طالبه انه ما بدي اياك وما بدي اسافر معك وكذا، بس كنت حبلي روحت على الزعل. واكيد انصدمت يعني انه وانقهرت انه شاب، انه شاب 33 سنه يموت ومنتحر وشان حاله، يعني قصه مش هوينه. عملوا عليك فيه يعني في فيلم او تمثيل؟ اكيد اكيد. مين؟ طب لما حكيتي عائلته هلا شو قالوا لك؟ انا حكيت مع خيو، ما عم بحكي الا مع خيو تقريبا. وعنده وكان اول مره بتحكيهم من كل هالسنوات؟ لا، من 20 سنه حكتني مرته الاولانيه ام اولاده، قلت لها انه انا بدي حقوقي. بتقولي طب انت من بعد ما اكتشفتي انه بعده طيب، حكيتي مع مرته الاولانيه؟ هلا؟ لا لا لا، ما بعرف هلا، هي بامريكا. كمان ممكن كلهم تكون... كلهم بامريكا. هي كانت مجوزه غيره، كنت طلقت ورجعت له. ورجع هلا طلقها وتجوز غيرها. اوكي. هيك عرفت. وانت ما حصلتي على اي شيء من حقوقك كزوجه؟ ولا شيء ولا شو، اخذ لي صيغتي كلها بتسوى شي 50,000 دولار بهذيك الايام. وسيارتي، كل شيء. شو كل شيء. هلا لما مات قلت يعني شبه مات، شو بدي طالب يعني؟ خجلت انه طالبهم. بس انه انا كمان مره ما في الي سند، ما الي ظهر. بي وامي موفيين، ما في عندي صبو بنت، كل واحد عايش عنده اولاد يعني انه. طب اليوم بس تروحي على دوائر النفوس تطلبي اخراج ايد مثلا، شو وضعه هو؟ شو محطوط؟ حاطينه موفيين واهله. اهله موفيين؟ ايه بس ما بعرف. ايه اهله موفيين اكيد. ما رجعتك وثيقة الوفاة؟ لا لا، عنا اياها شفناها، بس انه اخراج بس ايد العائلة. عم بتأكد انه انت شفتي اخراج ايد العائلة. اوكي، هيدا اخراج ايد العائلة. نعم. هيدا جديد. بس انت ما رحتي على القضاء لانه متوفي بالاخراج الايد. انت ما رحتي على القضاء كرمال شو؟ انه احتراما للعائلة؟ ما بدك. وكثير حكيتهم انه عم طالب بحقوقي. نعم. وما عم يردوا علي. نعم. طبعا يعني طبعا في هون وضع قانوني لازم نتوقف عنده. رح انتقل مره ثانيه الى غرفه العمليات مع زميلتنا رندا جباعي المحاميه، ويعني اللي بتتابع الامور القضائيه. رندا، شو الوضع القانوني لهيدي المساله؟ يعني هلا هون بحاله ابتسام في وثيقه وفاه، يبدو انه بعده على قيد الحياه مثل ما هي تبين معها، يعني اكيد في عمليه احتيال وتزوير. بالمبدا انا في الا انه تتقدم قدام المحاكم الجزائيه المدنيه بدعوى احتيال وتزوير. واكيد هي كان من قبل يعني بتقدر انها تتقدم بطلب انه الورثه، لانه هي لها حق بربع، بعتقد كون ما عندها اولاد منه وكون هو بعتقد من الطائفه الشيعيه. نعم. ما هيك؟ فبعتقد انه ربع، يعني ربع الورثه تبعيته بتطلع لها كحصه كون ما عندها اولاد منه. نعم. طيب بحال هيدا بعده طيب او بحال مات، شو الفرق؟ هلا كونه بعده طيب، في حال كان متوفي ما عندها الا حل انه تطالب بالورثه. نعم. وبعد 25 سنه فيها تبقى تطالب اليوم؟ اكيد فيها تطالب باي سنه اللي كانت بينعمل حصر ارث، وبترجع. نعم. بتطالب بحقها، حق لها كزوجه.
نعم، وبحال كان بعده حي؟ هلا اذا كان بعده حي اول شيء بدها تقدم بدعوى احتيال وتزوير، ثاني شيء عندها ان الطالب بالطلاق وبالنفقه بمفعول رجعي، لان بعض الاجتهادات يعني بتشرع اذا بدك انها ترجع الطالب بالمؤخر، والطالب بالنفقه اللي هي بتتوجب على الرجل بما انه ما تطلقوا هن، يعني هو توفى او غاب عنا من دون طلاق، وطبعا بتقدر انها هي تحصل على الطلاق طلاق الحاكم لان ما انفق عليها، لانه هذا سبب من اسباب طلاق الحاكم يعني. وبعدين مثل ما هي موجوده عند الطائفه الجعفريه. نعم. او المذهب الجعفري. طيب هي لو تجوزت بهذه الفتره؟ لو تجوزت كان زواجها شرعي، لان هي بطبيعه الحال بالنسبه لها هو متوفي، طبعا كان المحاكم الجعفريه بدهم يطلبوا منها يعني. نعم. لا لو تجوزت وهلا رجع بين انه هو موجود بيكون زواجها شرعي وزواجها منه هو الباطل. الباطل. لانه بسبب كل هيدي السنوات بطبيعه الحال اكيد. نعم. انت هلا بتنصحيها تروح على المحكمه اول شيء تعمل؟ اكيد اذا هلا لك مساله اثبات انه هو بعده عايش، هي ما بعرف قد ايه عندها اثباتات، بس بتخيل انه الفيسبوك يعني وحده من الاثباتات اليوم بيتاخذ فيها، بس ما بعرف قد ايه كمان فيها تحصل على اوراق او على اثباتات انه هو بعده عايش وموجود وكل شيء. اكيد اول شيء هي لازم تقوم فيه انه قدام المحاكم الجزائيه انها تتقدم بدعوى احتيال وتزوير، هذا الشيء بيوصلها للنتيجه بتخيل، ومثل ما عم نقول يعني ترجع تتقدم بدعوى طلاق يعني لتحصل على المؤخر الشرعي اللي لها. نعم. شكرا شكرا لك رندا. نحن يعني لازم نحكي الطرف الثاني من هذا الموضوع. بعد ما توصلنا مع عائلة يعني زوجك المرحوم، بس يعني بحلقة لاحقة رح نتابع هذا الموضوع، بس بدنا نترك انه انت كمان تاخذ القرار كيف بدك تعملي، وانت طلبت منا احتراما يعني لذكرى ولخصوصية هذه المسألة ما تذكري اليوم الاسماء. اكيد. بس انت رح ناوي تفوتي بمسار قضائي يعني بالموضوع؟ اي طبعا. ما رح تسكتي عنه؟ لا لا اكيد لا. طب انت اليوم شو حاسه حالك؟ حاسه حالك مخضوعه ارمله؟ حاسه حالي عملوني اكنه وحده جدبه، يعني انه حسيت حالي انه انا مره تاكل حقي اول شيء، وعملوني غشيمه، وانه انا ما لي حق بشيء، عرفت؟ انا خيو ما حذكر اسمه هلا، وقت العزا باسبوع بعت وراي، كانوا عاملين غدا وهيك، قعدت انا وخيو، قال لي ابتسام شو بتأمرينا؟ شو بديك؟ شو طلباتك؟ كذا. قلت له ما بدي شو، بكفي شاب ومات يعني انه هالموتة. الله يرحمه الله يسامحكم. وانا ما كان تارك لي شيء، بس محبس كنت لابسه بايدي، ورجعت اشتغلت وقلعت شوي وعم نتعارك بهالحياة. واليوم حاسة حالك مخدوعة يعني؟ أكيد أنا أخذت صدمة يعني صدمتين، صدمة لما قالوا مات منتحر، وروحت كان في بيبي روحته على الزعل، والصدمة الثانية أكلتها لما اكتشفت أنه بعده طيب، أنه أنا طلعت هبلة. طب بس يعني أول ما اكتشفت أنه ممكن يكون بعده طيب، لأنه هلا بعد ما عنا هذا التأكيد. لا أنا مأكدة. أول ما اكتشفت أنا جوزي بعرفه، ولا هو جوزي بعرفه. طب بركي حدا بيشبهه من العائلة يعني؟ لا بس لا 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 هو ولد. نعم. أنا رح ضلني بموقف أنه عندي شك بالموضوع، لأنه لازم أسأل لنتأكد من الطرف الثاني. بس لما اكتشفت هذا الشيء دقيتي للخي، شو قال لك الخي؟ في شخص كمان كمان ما حاذكر اسمه، قال لي انه موجود وبسمي لي اسم البلد وين بامريكا والمنطقه اللي هو فيها، قال لي بس ناطر لحدا ما يصوروا انه واتساب او شيء. هلا بعتي تحريه يعني يصوروا لك اياه؟ طبعا طبعا. لكن وعلى الواتساب هلا اخر الحلقه بدنا نشوف كيف غير الواتساب حياتنا، بس شكله كثير غير حياتنا. اي والله دعمون. إذا هلا عم يحضرك شو بتقولي له؟ يعني شو بدك تقولي له؟ أنا بقول له إنه ماني مسامحته أبداً، لأنه عن جد دمر كل حياتي والله العظيم. أول شيء عقدني من الرجال ما تقبلت حدا بحياتي، إنه تقدم لي أشخاص قلت خلص ما بدي أتجوز، تعقدت من الرجال من وراه والله العظيم. وهلا بعد ما إذا ظهر يعني بالزيادة رح تتعقد؟ هلا تعقدت أكثر، هلا طبعاً ما عم فكر بموضوع الزواج أبداً خلص.
ابتسام عبد الله، نحن رح نضلنا نتابع هذا الموضوع معك لنشوف لوين بدنا نوصل. خلينا هيك استاذ زبان. بعد الفاصل، جون دكاش إلى الشاشة الفضية من جديد بعد سنة في الدير. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80.